السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة هواية طيور الزينة. لو لسه أول مرة بتتابعنا انزل اعمل لايك وشير للفيديو واعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. هنتكلم في الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله عن حركة السوق وأسعار العصافير في سوق الجمعة، سوق السيدة عائشة 22/12/2023. والنهاردة وزي ما كل الناس كانت حاسة من امبارح بالليل والجو كان ساقع، وده أثر بطريقة سلبية جدا على السوق، يعني خلى نسبة التجار اللي نازلين قليلين، وخلى كمان نسبة الهواة اللي موجودين في السوق قليلين، حتى كمان الأسعار ما كانتش عالية قوي، وبرضه في نفس الوقت ما نزلتش قوي. اوعى تتخض من الأسواق اللي زي دي، لأن دي قايمة على إن حضرتك شغال في طير، والطائر ده بيتأثر بالبرد وبالحر، ففي الحالتين هتلاقي لو الجو برد قوي بيأثر على حركة السوق، لأن في ناس كتير زي وزي حضرتك بيخافوا ينزلوا بعصافير ما يعرفوش يبيعوها فتبرد ويرجع بيها تاني. دي اول حاجة. الحاجة التانية لو في الحر هتلاقي نفس الكلام برضو بالعكس. اللي انا اقدر انصحه لك اليومين دول، لو انت بتربي في بيتك هتحط فيتامين سي، وكمان هيظهر لك فوق دلوقتي فيديو ازاي تقدر تحمي عصافيرك في فترة الشتاء اللي احنا فيها دي من الامراض. وخلي بالك ان فترة الشتاء مليانة فيروسات بعكس الصيف، ففترة الشتاء انت بتحارب فيروسات، لازم حضرتك تشتغل على انك تدفي عصافيرك وتعمل اللي في الفيديو اللي ظهر لك من شويه ده بالظبط، والدنيا هتظبط معاك ان شاء الله. ثانيا بقى بالنسبه لحركه السوق، فزي ما احنا قلنا في التوقعات بتاعه امبارح ان الحركه هتبقى قليله وضعيفه، وده مش معناه ان السوق مات او الدنيا باظت. الناس اللي متابعانا هنا هتعرف ان كل فتره لازم سوق او اتنين بيأثر عليهم، يا اما قله الطلبيات يا اما الجو، لكن بالنسبه للفتره اللي احنا فيها دي فالاتنين مع بعض. وعشان كده مش عايزك تقلق، هو كان في لم النهارده في السوق، كان في لم على الانواع اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت زي الرز زي الفشر زي لم قليل على الاسترالي، يعني كوكتيل برضو كان اللم على المزاج. كل اللي انا اقدر اقوله لك اشتغل كويس هتسمع اسعار حلوه، وبرضو تابع الفيديو وتابعنا بعد المقدمه دي هتلاقي نفسك وصلت وقارنت اسعارك باسعار الاسواق اللي فاتت، الدنيا مش بعيده قوي. قبل ما تخش بقى تعرف الاسعار، لو لسه اول مره بتتابعنا انزل اعمل لايك وشير للفيديو واعمل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس وتابع معانا في القناه هنا، انت اللي هتستفاد. نخش بقى على الاسعار، وبعد الاسعار هنرجع نكمل معاكم بقيه التاريخ. كوكتيل لاتيني 700 صغير 800 ل 1000 كبير، حبشي 300 صغير 400 كبير، ايزابيل 325 صغير 450 ل 500 كبير، مصبع 400 صغير 600 كبير، بصمه 500 صغير 800 كبير، وايت فيس 600 صغير 825 ل 900 كبير، ايزابيل 650 850 ل 1000 كبير، البينو 1000 صغير 1400 ل 1800 كبير، مصبع 650 صغير 1200 كبير، بصمه 1200 صغير 1500 ل 1700 كبير، استرالي عين سودا 90 صغير 120 ل 140 كبير، استرالي عين حمراء 100 صغير 140 كبير، فالو 120 صغير 145 كبير، تركيبات ريمبو 130 صغير 160 كبير، ريمبو 200 صغير 350 كبير، انصاص 400 صغير 600 كبير، انجليزي 1500 صغير 2500 كبير، فولة العادية 200 صغير 350 كبير، فولة اللاتيني 300 صغير 450 كبير، فولة اللاسوينج 300 صغير 450 كبير، فولة الريمبو 325 صغير 475 كبير، شوشة وكورك 120 صغير 170 كبير، شكري برصاصي 400 صغير 600 كبير، بلاك وينج ازرق 300 صغير 500 كبير، بلاك وينج اخضر 250 صغير 400 كبير، روز عين سودا 300 صغير 450 كبير، روز البينو 500 صغير 1000 كبير، روز لاتيني 400 صغير 600 كبير، روز اوبلان اورنج 1300 صغير 1850 كبير، فيشر عين سودا 250 صغير 350 كبير، فيشر البينو 350 صغير 550 كبير، لاتيني 1200 صغير 1500 كبير، زبرا 100 صغير 120 كبير، زبرا اورنج 300 صغير 500 كبير، فراوله 120 صغير 150 كبير، مدبوح 200 صغير 300 كبير، حسون 300 صغير 400 كبير، كناريا 380 صغير 600 كبير، جولدن فينش 1100 صغير 1500 كبير، جوا حبشي 200 صغير 300 كبير، ابيض 300 صغير 400 كبير، فون 1300 صغير 1700 كبير، يمام ماسي 300 صغير 500 كبير، طائر المينا 150 صغير 250 كبير، ريدرام 1300 جنيه للجوز ده للشغال، درة هندي 3000 صغير 4500 كبير ده للجوز،
درة أمريكي 9000 صغير 13000 جنيه كبير، ده للجوز. زنجبار 10000 صيد و14000 مزارع، ده للفرد. سنغالي 1200 جنيه للفرد. باينابل ريد 1800 للفرد. باينابل هاي ريد 2200 للفرد. كويكر أخضر 2000 للفرد. كويكر أزرق 2800 للفرد. وبعد ما عرفنا الأسعار، طبعا كل الناس دلوقتي عايزة تعرف إزاي تأمن نفسها وهي نازلة السوق. اللي أقدر أقوله لك دلوقتي وهقوله لك بعد كده برضو أكتر من مرة عشان أتابع معاك طول الشتاء، أهم حاجة وأنت نازل تكون لافف الشيالة بتاعتك بستريتش وفاتح يا دوب فتحة على قد الباب، دي أهم حاجة. وحضرتك تحط قبل ما تنزل يوم الأربع ويوم الخميس ويوم الجمعة كمان لعصافيرك فيتامين سي من اللي هو البشري أو البيطري عشان خاطر تقدر تحافظ عليهم متعادل نسبة قلة الحرارة في جسمه، لأن الحرارة مهمة جدا جدا للطيور. خلي بالك الطير لو لقى نفسه سقعان هيقف كام شاي، ولا هتعرف تاخد منه إنتاج في الشتاء، ولا هتعرف تبيعه، ولا هتعرف تتعامل معاه. أهم حاجة تهتم بفيتامين سي في الفترة اللي احنا فيها، تقلل من الأكل الطري، دي برضو حاجة مهمة جدا. قلل من الأكل الطري وقلل من المستنبت، حضرتك حاول تخلي الأكل مفيش فيه مية كتير عشان ما يحصلش عندك اسهالات، دي حاجة. الحاجة التانية وانت نازل برضو تشتري، خد بالك في الفترة دي، انا قلت لحضرتك في اول الفيديو في فيروسات كتير، فخلي بالك اي حد اشترى حاجة من السوق ما تدخلهاش على طيورك مباشر. حضرتك هتحطها في مكان منفصل، تدفي قفصك، تلفه بالستريتش، تحط اللي انت اشتريته لمدة اسبوع او 10 ايام وتراقبه، لقيت فضلاته تمام، بنيته تمام، مفيش عطس، مفيش حاجة افرازات على الكير، مفيش افرازات على الملعين، توكل على الله ودخله. لو انت مستعجل على انك تدخل ذكر لانتاية او نتاية ذكر، اوعى تعمل كده عشان ما تخسرش الفيور. لو لسه بقى متابعنا لحد الاخر ووصلت معانا للنهاية، اعمل بقى لايك وشير للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.